I know that I'm spoiling your life. And without me, you could work. And you will. I know. You see, I can't even write this properly. What I want to say is that I owe all the happiness of my life to you. You have been entirely patient with me. And incredibly good. Everything is gone from me, but the certainty of your goodness. مثل اليوم من العام 1941 ملأت الروائية البريطانية فيرجينيا وولف جيوبها بحجارة تقيلة ومشيت صوب النهر بجوار سكنها وأغرقت نفسها. فيرجينيا وولف هي أحد أبرز القامات الأدبية بالقرن العشرين، أسهمت عبر أدبها بنقل الأدب من الكلاسيكية إلى مدارس الحداثة وما بعد الحداثة. أفلام سينمائية كتيرة صدرت اعتمادا على روايات وولف، ولكن اليوم رح سلط الضوء على هالأديبة العالمية من خلال فيلم The Hours أو الساعات، بما أنه هالفيلم يعتبر تحفة سينمائية بتكرم الأديبة فيرجينيا وولف بطريقة جدا مميزة. هالفيلم مأخوذ عن رواية كتبها مايكل كانينغهام، وهالرواية بتحمل الاسم نفسه The Hours، وهي مبنية على أهم رواية بمسيرة فيرجينيا وولف يلي هي رواية ميسيس دالوي، وهالرواية كتبتها بالعام 1925. Silence. Well, she's a hostess and she's incredibly confident. Maybe because she's confident, everyone thinks she's fine. But she isn't. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. It's contrast. I think I'm only staying alive to satisfy you. The whole thing seems to go on for eternity. Nothing happens, and then wham! For no reason, she kills herself. His mother kills herself. Yeah, sure, his mother, but still, for no reason. Well, I... Out of the blue. الفيلم بيرصد بيوم واحد حياة ثلاث نساء بينتموا لأزمة أو أمكنة مختلفة مع وجود رابط بينهم جميعا، هو كتاب ميسيس دالوي للروائية البريطانية فيرجينيا وولف، الكتاب يلي يعتبر مركز الأحداث. فبينما عم بتعيش فيرجينيا وولف ولعبة الدور نيكول كيدمان، بينما عم بتعيش لحظات الإلهام خلال كتابتها لأحداث الرواية عام 1923 وبقرية صغيرة بالريف الإنجليزي، بتقرأ لورا براون ولعبة الدور جوليان مور الرواية متأثرة بأحداث عام 1951 بلوس أنجلوس، لتعيش كلاريسا ولعبة الدور ميريل ستريب أحداث الرواية عام 2001 بنيويورك، كأن النسخة العصرية من السيدة دالوي نفسها. Yes, the females are larger and less colorful. What happens if we die? What happens? We return to the place that we came from. I don't remember where I came from. Nor do I. وهيك مع بداية الفيلم نعتقد بأنه هالثلاث نساء عم بيعيشوا يوم عادي جدا، لنكتشف مع تقدم هالأحداث بأنه هالنهار بالتحديد شكل مفترق طرق بالنسبة لهالنساء الثلاثة. وولف بتكتب بهالنهار قصتها الأشهر على الإطلاق، لورا براون بتقرر هجر عائلتها وطفلها بدل الانتحار، بينما بتنصدم كلاريسا بانتحار صديقها القديم ريتشارد يلي جمعته فيها قصة حب بالماضي، لتعرف انه السعادة كانت مجرد لحظة مرت على حياتها وتركتها حزينة. كلاريسا، it's Lewis. Lewis Waters. Lewis? Oh my God. You're early. Do you mind? Is it all right?
feel like I'm interrupting. Oh, why? No. Well, you know, I know the ceremony isn't until 5, but I flew in this morning. إذن هالفيلم هو فيلم سيرة فيرجينيا وولف الذاتية، كونه بيطرح بجزء كبير منه أحداث حياتها الشخصية الشهيرة بعالم الأدب الحديث، وبنفس الوقت فينا نعتبر هالفيلم بروفايل سينمائي لكتاب السيدة دالوي، أهم كتاب وضعته فيرجينيا وولف، كونه بيعرض ظروف كتابته وقراءته. The Hours فيلم أكثر من رائع بكل تفاصيله. مع هالفيلم نقل المخرج ستيفن دالدري أفلام السيرة الذاتية إلى مستوى آخر بمزيج غير مسبوق من ناحية الطرح أو من ناحية التقديم، ليصير هالفيلم واحد من التحف السينمائية المعاصرة. I was going to kill my heroine. But I've changed my mind. I can't. I fear I may have to kill someone else. صباح خير مريم. صباح النور مريم. نهاية فيرجينيا وولف كانت مأساوية مثل ما ذكرتي، انتحرت. شو يلي دفعها لتوضع حد لحياتها؟ بمعنى آخر، هل الحياة الصعبة والظروف الصعبة يلي عاشتها كانت مبرر يلي دفعها للانتحار؟ جوال، هي وولف عاشت حياة أبدا مش سهلة، عانت من مشاكل نفسية من لما كانت صغيرة، توفت والدتها ومن بعدها كمان والدها، وكانت بعدها بسن كتير صغير، ورجعت بهالفترة كمان لما كانت صغيرة تعرضت لعدة مضايقات جنسية، وعاشت سنوات كمان بمصحات عقلية، بالإضافة إلى أنه بعدين بس كبرت تم تدمير منزلها بطائرات النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت هالحرب منا الأولى يلي عاشتها، كانت الحرب الثانية يلي عاشتها الأولى، يعني الحرب العالمية الأولى. كل هالمعاناة جوال أقل شيء تنعكس على نفسيتها طبعاً. بس لكن كمان فينا نقول كمان أنه هالمعاناة هي سيف ذو حدين، لأنه ما بدنا ننسى أنه أكيد من هالمعاناة خرجت كل هالعبقرية. صحيح. نعم. مريم، ذكرت أنه في مجموعة من الأفلام السينمائية يلي صدرت بتعتمد على روايات فيرجينيا وولف، فيك تعطينا هيك نظرة سريعة عن هالروايات والأفلام المقتبسة عنها؟ أكيد هوليوود واضع عينه على كل روايات وولف. 10 من أفلام أو من روايات وولف تحولوا إلى أفلام سينمائية أو لمسلسلات، فيلمين بعضهم هلأ بمرحلة الإنتاج، ولكن أهم روايات لفيرجينيا وولف تحولوا لأفلام هن الرواية اللي حكيت عنها اليوم، مسز دالوي، ويلي مثل ما قلنا شكلت الأساس لفيلم The Hours. أما تاني رواية فهي أورلاندو، وهي رواية بقلم كتبتها فيرجينيا وولف ونشرت لأول مرة بالعام 1928، وفينا نقول أنها أهم كمان إحدى أهم روايات وولف، وهي هالرواية بتصور تاريخ الأدب الإنجليزي بشكل ساخر، وبتوصف مغامرات شاعر بغير جنسه من رجل لامرأة، وبعيش لعدة قرون وبقابل الشخصيات الرئيسية بتاريخ الأدب الإنجليزي. هالرواية بالتحديد على قد ما هي مهمة تم اقتباسها عدة مرات، ولكن إذا بدكم تحضروا أهم اقتباس لهالرواية هو نسخة 1992. هالرواية مثلتها، هالفيلم مثلته تيلدا سوينتون بدور أورلاندو. تيلدا سوينتون واحدة من أهم الممثلات بهوليوود. نعم. بنصحكم تشوفوا، رح نشوف مشهد منه هلأ. نعم، نختم بمشهد، رح نختم مشهد. مرتي مريم، شوفك الجمعة.